براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شد وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب براهين. الآن في المنطقة التي بنينا فيها مسجد المتبرع لهذه المسجد وهي الشيخة عائشة آل الثاني عين والثاني تبرعات من دولة قطر. فأولا نريد أن نوريكم أن هذا المسجد هي المسجد الذي كان يستعملون الناس ينتظرون في هذا المسجد أولا قبل بناء المسجد الجديد. فهذا هو المسجد القديم. فالحمد لله بنينا له مسجد كبير المتبرع الشيخ عائشة آل الثاني وكما تشوفون الآن الناس يفرحون وإن شاء الله نوريكم كيف كان كيف سيكون الحفلة وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المسجد الجديد. هذا هو المسجد الجديد. بنينا هذا المسجد. طبعا هذا المسجد المتبرع لهذا المسجد الجديد هي الشيخة عائشة آل الثاني عين طوى أم فادة. وجزاكم الله خيرا. نشكر الإخوة من دورة قطر والدكتور مازن الهاجري وفاطمة العلي على هذه التبرعات. كما ترون الناس كلهم هؤلاء كانوا يصلون في المسجد القديم الذي وريناكم وهذا هو المسجد الجديد سيصلون في هذا المسجد. وإن شاء الله سنفرش هذا المسجد قبل رمضان. سنفرش إن شاء الله مع فراش جيد ممتاز. ونشكركم والله الناس كانوا يتعبون في هذه القرية ولكن كما ترون الآن ما شاء الله وجدنا المسجد الجديد ومسجد الكبير فهم كلهم يفرحون وجزاهم الله خيرا. براهين حق أوضحت صدق قوله براهين ويروي كل شب وشائب وشائب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرأة كانت نصرانية منذ ولدت ولكن من اليوم إن شاء الله ما بنينا هذا المسجد هي الآن ستشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نريد الشهادة هي التي ستقول بهذه الشهادة وهذه بركات كل من أختي الشيخة عائشة. والله هذا أمر عجيب جدا. شوف هذه المرأة منذ ولدت هي ما كانت مسلم ولكن بعدما بنينا المسجد هذه هي من الآن ستكون مسلم إن شاء الله. أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتح التبوك ومارب كل شب وشائب وشائب ذاك كم أعطى كم أعطى لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب.
الدولة في قطر دكتور مازن عاجل والداعية فاطمة العري على هذه التبرعات وجزاكم الله خيرا. ترون المنظر جميل جميل جدا يعني والله يفرحون لأجل هذا وهذه صدقة نرجوها دائما من مناكبي رواها ويروي كل شبر صدقة يعني طبعا نشكر نشكركم الإخوة من دولة قطر خاصة الأخت الشيخة عائشة آل الثاني لهذه الصدقات من بواسطة دكتور مازن الهاجري والداعية فاطمة العري فنشكركم كما ترون كما يشكرونكم هؤلاء الفقراء ولكن اليوم إن شاء الله يشكرونكم وإن شاء الله سيقدمون الدعاء من هذه المبلغ الذي وزعنا كصدقة يعني اللهم إننا نسألك الجنة ونجاك من النار. اللهم إننا نشكركم على هذه المسجد. اللهم تبرعات هذه من أختي الشيخة عائشة آل الثاني. اللهم بارك لها. اللهم بارك في أموالها. اللهم بارك في أموالها. اللهم بارك في أموالها. اللهم إننا نسألك أن تعطي حياة طيبة في هذه الدنيا والآخرة وارزقها الجنة. اللهم بارك في أولادها. اللهم بارك في إخوانها. اللهم إننا نسألك الجنة ونجاة من النار. اللهم إننا نشكركم على هذه التبرعات. اللهم بارك المتبرع الشيخة عائشة آل الثاني في دولة القطر. اللهم إننا نسألك أن تعطي حياة طيبة وارزقها الجنة جنة الفردوس. اللهم إننا نسألك الجنة ونجاة من النار ونسألك اللهم أن تبارك الأخي دكتور مازن عاجل والداعية فاطمة العري. طبعا نحن استلمنا هذه التبرعات بواسطتهما. اللهم إننا نسألك أن ترزقهما الجنة. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.